السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه الأخبار؟ النهاردة هناخد آخر درس معانا في الجراماتيك، اسمه ديا امبيراتيف. الدرس ده بالنسبة لينا خدناه في السنين اللي فاتت، بس طبعا اتمحى أكيد، أنا واثقة. فهنبتدي نشرحه واحدة واحدة. طيب for the first كده، هو was bedeutet der imperative؟ what the meaning of der imperative يا سنة تالتة؟ الامبراتيف معناه the imperative. والله هي بدل الفرام كناش نعرف ان الامبراتيف معناه imperative، يعني افتينا بصراحة. طيب الامبراتيف يا سنة تالتة معناه الامر، معناه الامر. ركزوا بقى معايا وسيبوكم بس من المكتوب ده عشان هنشرح واحدة واحدة. اللي قالوا لي يا سنة تالتة، هو انا ينفع أأمر، العياذ بالله من كلمة أأمر، أمر الله وحده، هل ينفع إن أنا أأمر حد مش موجود؟ يعني ينفع نكون قاعدين كده مثلا يعني، وواحد صاحبنا أو واحدة صاحبتنا مثلا مش موجودة، ينفع أوجه لها أمر؟ لا طبعا ما ينفعش. طب تمام، ينفع أأمر نفسي؟ يعني أنا قاعد كده ما بيني وبين نفسي مثلا وبذاكر مثلا، وينفع أأمر نفسي أقول لنفسي قومي اعملي حاجة؟ انا ممكن احمس نفسي، ممكن اشجع نفسي، لكن ما ينفعش ان انا اقول مثلا ايه، قوم مثلا يعني، وليكن قوم يا سيف مثلا اعمل حاجه، ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى ده يجي جنان الا اذا كان ده الانسان مجنون، صح؟ طب تمام، امال الامبراتيف يا سنه ثالثه بيجي مع ايه؟ الامبراتيف يا سنه ثالثه بيجي مع ثلاث ضمائر، بيجي مع ثلاث ايه؟ ضمائر. والضمائر اللي بيجي معاها الامبراتيف او درس الامر هي ضمائر المخاطب. يعني ايه ضمائر المخاطب؟ يعني حد قاعد قدامي وبكلمه، تمام؟ طيب عندي ضمائر المخاطب اللي هي دو، اللي هي معناها يو انت، ايا اللي هي معناها يو بلوغال اللي هي انتم، وي زي غوس اللي هي معناها حضرتك او حضرتك او حضرتك، تمام؟ يبقى ادي اول حاجه في درس الامبراتيف، ان هو بيجي مع دغايب عموما او دغايب از نال عموما، three person pronouns do و ايا و زيكوس. سيبوكوا بقى من كل الكلام ده. طيب انا دلوقتي عايزه اعرف انا ازاي هتعامل في السنتنس بتاعتي، وهعرف ازاي انها جمله اصلا امبراتيف، هعرف ازاي ان هي جمله امبراتيف. هبتدي ان انا اشرح، تمام؟ هبتدي ان انا اقول ان جملة الامبراتيف دي begin mit dem verb. جملة الامبراتيف begin mit dem verb، يعني begin mit dem verb يعني ايه يا فغاو؟ يعني ايه begin؟ وده مين يقول begin؟ برافو، معناها start with the verb، start with the ايه؟ يبقى نكتب كده start with the verb. جملة الامبراتيف يا سنة تالتة بتبتدي بالverb. طيب انا دلوقتي يا فراو نسيت ان السنتنس بتاعت الامبراتيف بتبتدي بالverb. طب انا هعمل ايه؟ هموت نفسي؟ لا مش هنموت نفسنا ولا حاجة بعد الشر. احنا لو نسينا نوما اينز اللي هي ستيب نمبر 1، عمرنا ما هننسى ستيب نمبر 2. اللي هي ايه نمبر 2 بقى؟ بتقول لي ان ستيب نمبر 2 اللي باندت ميت دي، يعني ايه باندت؟ يعني بتنتهي بدي. ايه دي؟ لا محدش يقول لي والنبي الله يخليك، اوعى علامه التعجب دي. ومن اسمها ايه يا فراو؟ اسمها الاكسكليميشن مارك. اسمها ايه؟ اكسكليميشن مارك. لازم السنتنس بتاعتي بتكون منتهيه بالاكسكليميشن مارك دي يا سنه ثالثه، لازم تكون منتهيه بالاكسكليميشن مارك. انا عملت لكم ليها تكبيره اهي، لازم تكون منتهيه بالاكسكليميشن مارك، اوكي؟ طيب يبقى اذا اول حاجه هعرفها عن درس الامبراتيف او السنتنس بتاعت الامبراتيف، ان هي اول حاجه بتبتدي بالverb، تاني حاجه والاهم ان هي لازم تنتهي بالاكسكليميشن الاكسكليميشن مارك اللي هي الساين دي، اوكي؟ طيب انا جيت دلوقتي وقلت
ان هو ده الامبراتيف بيجي مع دراي برونومن اللي هي الزي جروس والدو والايه. طيب هنبتدي اول حاجه بالزي جروس، وهنبتدي نعرف ازاي الزي جروس السنتز بتاعه الامبراتيف بتيجي بيها. بص السنه الثالثه، بص السنه الثالثه، اولا انا قبل اي حاجه هعرف ازاي ان انا بتعامل اصلا بالضمير زي جروس. ها برافو، لما الاقي هي او فراو قبليهم او بعديهم كما، يلا كده سنه ثالثه نكمل، لما الاقي هي او فراو قبليهم او بعديهم الكما يبقى انا بتعامل بالضمير زي جوهوس. انا بتعامل بالضمير ايه سنه ثالثه؟ بالضمير زي جوهوس. يبقى تاني لما الاقي هير او فغاو قبليهم او بعديهم كما يبقى انا بتعامل بالضمير ايه؟ بتعامل بالضمير زي جوهوس. اهي سنه ثالثه انا عملتها لكم اهي، لما الاقي هير هي قبلها كما او فغاو بعدها كما، هير او فغاو قبليهم او بعديهم كما يبقى انا بتعامل بالضمير ايه؟ بالضمير زي جوهوس. طيب وليكن عادي يعني اي فيرب، وليكن فيرب يلا اكليرن او عادي شبيلن يلا، وده مينينج اوف فيرب شبيلن. برافو، شبيلن يا ولاد معناه بلاي زي ما احنا عارفين. طيب جميل، انا لما اجي عايزه اعمل كونجكسيون في ديزش فيرب ميت برونومين زي جوهوس كنت بعمل ايه؟ برافو، كانت زي هتبقى ايه؟ زي هتبقى اشبيلن، زي اللي هي زي جروس هتكون ايه سنه ثالثه؟ هتكون اشبيلن بالظبط كده، هتكون ايه؟ هتكون اشبيلن. حلو، طيب وبعد ما اعمل اشبيلن هعمل ايه؟ قال لي هنحط زي جروس وراها على طول، هنحط زي ايه؟ زي جروس. بس كده؟ لا مش بس كده، ده انا هعمل كمان الاكسكليميشن مارك، ده انا هعمل ايه؟ هعمل الاكسكليميشن مارك. يبقى التاني اول حاجه باجي ان انا اعملها لما بيقول لي لو لقيت هير او فغاو قبليهم او بعديهم كوما وفي اكسكليميشن مارك في الاخر، يبقى انا كده السنتنس بتاعتي جمله ايه؟ جمله امبيراتيف. امبيراتيف مع ايه سنه ثالثه؟ امبيراتيف مع زي جروس. جميل جدا. طيب هعمل ايه عشان اصرف السنتنس بتاعتي مع زي جروس؟ عادي جدا، هعمل كونجكسيون تصريف مع الزي جروس اللي هي تبع الاغنيه بتاعتنا اللي هي كانت بتاخد ايه في الاخر؟ برافو، كانت بتاخد اي ان في الاخر يا سنه ثالثه، كانت بتاخد ايه؟ كانت بتاخد اي ان. طب وبعمل ايه؟ قال لي حطي وراها الزي جروس، هنحط وراها ايه سنه ثالثه؟ الزي جروس، يعني هتبقى يا فراو شبيلن زي؟ اقول لك ايوه هتبقى شبيلن زي، ونحط محدش ينسى الاكسكليميشن مارك في الاخر، مفيش اسهل من كده خالص خالص خالص، ولا اسهل من كده يا سنه ثالثه. يبقى اول برونومن معانا، اول برونومن معانا اللي هو الزي جروس، قلنا هنعرفه لما الاقي هير او فغاو قبليهم او بعديهم كما وفي في الاخر اكسكليميشن اي اكسكليميشن مارك اللي هي الساين دي. طيب بعمل ايه بعدها؟ ببتدي اصرف عادي جدا، ما بعملش اي حاجه ولا بشيل ولا بحط اي حاجه، بعمل بس كونجكسيون اللي هو اصل الفيرب بيكون متصرف اساسا، بيبقى اخره ايه؟ بيبقى اخره ان او في الانفينيتيف، او في الانفينيتيف، تمام كده؟ يعني يكون في الانفينيتيف فور جيزس فيرب، او بيكون في مصدر الفيرب يا سنه ثالثه. ما بعملش اي حاجه ثانيه خالص غير ان انا بعد ما بصرف عادي الفيرب مع زي جروس بحط زي جروس بعدها، وفي الاخر اكسكليميشن بس كده. اليس كلاب؟ اوكي، فايتا. طيب هنيجي بعد كده ل ايا، هنيجي ناخد ايا. طيب سوري، هنيجي ناخد ايا. ايا سنه ثالثه لما اجي اخدها لازم في شويه كلمات كده، لو لقيتهم يبقى انا بتعامل بالضمير ايا، لو لقيتهم يبقى انا بتعامل باني ضمير؟ بالضمير ايا. طيب ايه الثلاث حاجات اللي انا لو شفتها بتعامل بضمير ايا؟ لو شفت كلمة شولا، لو شفت كلمة ايه؟ كلمة شولا. لو شفت كلمة ايه سنة تالتة؟ لو شفت كلمة شولا، شولا بس كده؟ لا يا فاو، لازم يكون وراها كوما. هي كوما في كل حاجة يا فاو،
ايوه الكومه يا سنه ثالثه هي اللي بتقول لي ان الشخص اللي يعني الشخص ده قدامي الشخص ده بكلمه ايا كان بقى ايا كان بقى ريسبكت فورم اللي هي معزيك غوص ايا كان بايه ايا كان بدو ايا كان الكومه هي اللي بتبين لي ان الشخص ده هو اللي قدامي يعني ما حدش يجي اقول له مثلا كمان شويه اقول له الجمله دي جمله امبيراتيف ليه يقول لي عشان في كومه لا الكومة دي في البغازز او في الامبغاتيف هي بتبيني ان الشخص ده قاعد قدامي ايا كان تمام يا سنة تالتة طب ايه الاهم من كده الاهم من كده ان في الاولانية الزيج غوص ان هو في هير او في غاو قبليهم او بعديهم كومة وشكر طب التانية اول حاجة لو لقيتها اللي هي شولا وكومة طب هي يعني ايه شولا ايوه برافو معناها طلاب students تمام طب بدل ما وصلت معاها الكومة او جت بعديها الكومة يبقى الستودنتس قاعدين قدامي زي ما انا مثلا ما اكون قدامكم وانتوا قاعدين في الكلاسز تمام يبقى معناها ايه معناها يا طلاب يا طلاب تمام طيب ايه تاني لو لقيت كلمة كيندا وكومة يعني ايه كيندا كيدز اطفال طيب وكومة ها برافو انا اسمع حد بيقول لي معناها يا اطفال او يا اولاد بالظبط كده يعني انا اهو بكلمه طب والتالتة يا فرو عشان انت زهقتينا بترغي كتير لا خلاص التالتة لو لقيت اسم بلس اسم وراء الكومة زي ما انا كتبت لكم كده يا سنة تالتة لو لقيت شو لو كومة معناها يا طلاب يلا نكتب معايا او كيندا وكومة معناها يا اطفال او اسم بلس اسم وراكما معناها مش معناها ايه معناها يعني مثلا يا احمد انت وعلي روحوا مثلا الى مثلا الكلاس روحوا انتم بالظبط كده يبقى لازم الكومة ورا الاسم بلس اي اسم اوكي سنة تالتة كده دي الحاجات اللي بتبين لي ان انا بتعامل بالقنوم من ايه في الامبراتيف طب انا هعمل ايه وليب على نفس ايه الفيرب ادي فيرب شبيلن اهو يا سنه ثالثه طيب انا عايز اعمل فيرب شبيلن ده عايز اعمل فيرب شبيلن ده هصرفه مع ايه هصرفه مع ايه في الامبراتيف في الامبراتيف لا هصرفه مع ايه عادي في البريزنس في البريزنس عادي فهتبقى ايه ها برافو هتبقى شبيلت صح كده طيب ده في البريزنس ده في البريزنس ماشي حطوا على الار املاوت طيب في الامبراتيف في الامبراتيف هتبقى شبيلت هتبقى شبيلت برضو قال لي اعمل ايه قال لي هتعمل اللي احنا هنصرف الفيرب عادي جدا مع ايه هنصرف عادي جدا الفيرب مع ايه مع ايه بس كده اللي هي برضو بتاخد التي انا ما عنديش اي تغيير او اي فرقين ده هونجن مع الضمير ايه او زيغوس بس كده شكرا يا سنة تالتة بس مش عايز اي حاجة تانية الامب دي اللي هي الامبراتيف اختصار امبراتيف يعني يا سنة تالتة لان انتوا عارفين ان انا بمشي معاكم باختصارات ماشي سنة تالتة يبقى انا لو لقيت شولا وكومة كندا كومة اسمه ورا كومة يبقى انا بتعامل بالضمير ايه بتعامل بالضمير ايه طيب وليكن عندي فيرب زي فيرب شبيلن فيرب شبيلن ده لما باجي ان انا اصرفه في البريزنس في البريزنت عادي بحط له تي طيب عايز ارجع اصرفه في الامبراتيف اللي برضو هتصرفيه مع ايه عادي جدا هصرفه مع ايه ازاي احط له تي بس يا ولاد وبس وراها الاكسكليميشن مارك وراها ايه الاكسكليميشن مارك في اي مشكله طب تمام حلو قوي طيب ننقل على الدو بقى يلا كده ننقل على البرونوم دو طب فرو حضرتك سبتي دو في الاخر ليه هي صعبه مفيش حاجه يا سنه ثالثه صعبه ولا اي حاجه خالص هي الفكره بس ان هي فيها شويه شغل ليه فيها شويه شغل لان انا يا سنه ثالثه عادي جدا لما بيكون عندي في البريزنس عادي فيرب مش انا عندي ريجولر فيرب وريجولر فيرب عندي ريجل ماسك فيرب وان ريجل ماسك فيرب عندي اشتارك فيرب وشفاخ فيرب افعال منتظمه وغير منتظمه افعال قويه وافعال ضعيفه افعال بتاخد عادي نهايات بتاعتنا اللي هي
ايه واس تي والكلام ده، وافعال ضعيفه اللي هي بيحصل تغيير في الاشتمدز فيربس اصل الفعل بتاعها. نفس الكلام عندي في معدو في الامبراتيف، فانا هتكلم على الافعال اللي هي جواخي فيرب، الافعال اللي هي العاديه جدا ما بيحصلش باي تغيير، وهتكلم على الافعال اللي هي القويه اللي بيحصل فيها في الاندغونج بيحصل فيها تغيير وليكن. بس قبل ما اعرف وقبل ما اتكلم وقبل ما اقول اللي بيحصل، والله انا زي ما اديت الحق لزيج غوز وقلت انا بعرفها ازاي لما الاقي هنا او فراغ قبلهم او بعديهم كومه، وايه لو لقيت كلمه من الثلاثه دول لازم اعرف برضو انا امتى هعرف ان السنتنس بتاعتي امبراتيف معدوم. بص لو لقيت اي نوع اي اسم مفرد قبليه او بعديه الكومه يبقى انا بتعامل بالضمير دو. اي اسم مفرد قبليه او بعديه كومه يبقى انا بتعامل بالضمير ايه؟ بتعامل بالضمير دو، بتعامل بالضمير دو. زي ايه؟ زي قلت مثلا علي وكومه، ادي الكومه اهي، ادي الكومه اهي، مش علي ده زيولا مفرد، طيب حطيت وراه كومه ماشي، وادي كومه اهي وبعدها ايه؟ بعدها مها، صح؟ مش مها دي سينجولا برضو، يبقى انا بتعامل برضو بالضمير ايه يا سنه ثالثه؟ بتعامل بالضمير دو، بتعامل بقى اني ضمير، تمام كده اهو يا سنه ثالثه انا عملتها لكم اهي، اسم مفرد قبليه او بعديه الكومه يبقى انا بتعامل بالضمير دو. طيب وليكن برضو على نفس الفيرب اللي هو فيرب شبيلن، عادي بقى انا لما باجي اصرف الفيرب ده مع دو في البريزنس عادي، دو ايه؟ ها قال لي بالظبط شبيلست، صح؟ بحط له اس تي، ماشي بحط له اس تي، بس ده بيكون في ايه؟ ده بيكون في البريزنس، ده بيكون في البريزنس في المضارع العادي. طيب لو انا عايزه البريزنس تي اقلبها بقى امبراتيف، لو انا عايزه اقلبها امبراتيف سوري هعمل ايه؟ قال لي شايفين الاس تي دي؟ قال لي هنعمل عليها كروس، هنعمل عليها ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده يا سنه ثالثه، قال لي انت هتعملي لي على الاس تي دي كروس، يعني ايه؟ يعني هنعمل عليها كلوزنج. طب وبعدين ايه اللي هيجرى؟ هنعمل ايه؟ هناخد شبيل، بس كده؟ اه بس كده، بس اوعى حد ينسى يا سنه ثالثه، برافو عليكم، الاكسكليميشن ايه؟ الاكسكليميشن مور، بس كده، هو ده اللي انا هعمله مع دو، يعني انا بصرف عادي بعمل كونجكسيون مع بنومين دو، وبعد كده بعمل في افلاسين دي اند ذيس فيربس، او هنعمل كلوزنج على الاس تي بتاعت الدو، وبحط الاكسكليميشن مارك في الاخر. طيب طيب طب ده بالنسبه للشفاخي فيرب اللي هي خيج المسكي فيربل. طيب هنعمل ايه بقى يا ترى يا ترى مع الشارت فيرب وليكن وليكن يعني زي verb sprechen. What the meaning of verb sprechen? Was bedeutet das verb sprechen? Bravo! Verb sprechen معناها like to talk or to speak. بالظبط كده. معناها to talk أو to speak. يتكلم أو يتحدث. تمام. طيب حد يفكرني ويقول لي إن دو يا سنة تالتة بتتصرف إزاي في البريزنس؟ أنا بعمل إيه؟ شوفونا الستبس بتاعتي، انا بصرف الاول عادي في البريزنس وبعد كده بحول في الامبراتيف، محدش ينسى، محدش يقول لي تك 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 في الامبراتيف على طول، لا افرش ما ينفعش يا سنة تالتة، نعمل بس كده ما بين براكت عشان تبقى متلاحظة. طيب اشبغشن تبقى اشبغيشست، اه صح كده يعني سنة تالتة كده، لا مش اه ناي 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 بس استفالش، في حاجة هنا بتتغير، برافو عليكم، ايه اللي بيتغير يا سنة تالتة؟ بالظبط كده، ان الاي دي يا سنة تالتة انا بتكلم اوف دويتش، الاي دي بيحصلها في الاندغونج، بيحصلها في الاندغونج بتبقى ايه او بيحصلها تغيير بتبقى ايه؟ بتبقى اي، بالظبط كده، او بتبقى اي، فهتبقى ايه؟ هتبقى شبيغيشست، هتبقى ايه سنة تالتة؟ هتبقى شبيغيشست. طيب ده برضو فين يا سنة تالتة؟ ده في البريزنس، ده فين؟ في البريزنس. طيب سوري طيب فانا
عايزه احول البريزنس ده يا استاذ منك ليه للامبراتيف. يلا يا استاذتي كده هعمل ايه؟ قال لي بعمل ايه؟ بعمل كلوزنج على ايه؟ برافو، انا هعمل كلوزنج على الاس تي. هعمل كلوزنج على ايه؟ على الاس تي. طب هتبقى ايه؟ هتبقى شبريش. برافو عليكم يا سنه ثالثه، شطار جدا، ابتديتوا ان انتوا تصحوا معايا. تبقى شبريش بس كده، برافو، ايوه كده، اشتغلوا معايا. لازم نحط الاكسكليميشن مارك في الاخر يا سنه ثالثه، لازم احط الاكسكليميشن مارك عشان ما حدش يجي يقول لي طب يا فغاو، طب ما انا ممكن اعمل كلوزنج على الاي ان من الاول بدل بقى من الستبس بتاع حضرتك الكتير دي. طب يا بيه، طب يا انستي، لما تيجي انت تعملي كلوزنج على الاي ان اهي، وهتصرفيها زي ما انا عملت من شويه، هتبقى بدل الاي اهي، انا هرجع كل حاجه زي ما كانت، هتبقى شفغيشست. هو اصلا الديو لما بتيجي يعمل لها كونجاكسيون مت فيرب شفغيشن بتبقى بالاي بالظبط، ما بتبقاش بالاي، امال بتبقى بالاي يا فغاو؟ بتبقى بالاي. برافو عليكم. عشان كده انا اشتغلت الاول على الغيجي ماسك فيرب، وبعد كده اشتغلت على الاشتاك فيرب، الافعال القويه. يعني ايه؟ يعني اللي بيحصل فيها في الاندغونج يا سنه ثالثه. وبكده يا سنه ثالثه شرح الامبراتيف من اوله لاخره. طبعا انا مش مجرد ان احنا بنقرا وبس، لا، احنا بنقرا ونفهم في الاول. ادي عشان اعرف درس الامبراتيف. درس الامبراتيف قلنا يا سنه ثالثه ان هو بيتعامل مع غايب غنومن. يلا ريفيزيون او ريفيرجن سريعه كده، فيدهولونج سريعه. سوري. مع بيجي مع دراي برونومن اللي هي دو يو والايا اللي هي يو بلورال والزي غروس اللي هي ريسبكت فور او هيسليش كايت فور. طيب بعد كده ايه اللي بيحصل يا سنه ثالثه؟ ايه اللي بيحصل؟ ان انا ببتدي اعرف هو هاو وي نو دي امبيراتيف او ذا امبيراتيف. بنعرف ازاي درس الامبيراتيف ده؟ بنعرفه ان اول حاجه بيقول لي بيجن مي دي فيرب. يبقى how we know it، احنا ازاي بنعرفه؟ بيقول لي begin with the verb، ان هو لازم يبتدي start with the verb، لازم يبتدي بالverb. نمبر 2، لو نسينا الستيب نمبر 1 استحاله ننسى الستيب نمبر 2. لو بيأندت ميت exclamation mark يا سنه ثالثه، لازم ينتهي بال exclamation ايه؟ لازم ينتهي بال exclamation mark. طيب جينا وشرحنا وقلنا ان زي غوص بنعرفها ازاي؟ ان لما الاقي هير او فغاو قبليهم او بعديهم الكومه، يبقى انا بتعامل بالضمير زيجوس. بتعامل باني ضمير؟ بتعامل بالضمير زيجوس. طب هبتدي ان انا اصرف ازاي الفيرب مع زيجوس في الامبيراتيف؟ قال لي عادي، هنجيب الاول الفيرب نصرف في البريزنس عادي مع زي، هو اصلا بيكون متصرف مع زي غوز بيبقى اخره اي ان، وبعد كده بصرفه اصلا عادي في الامبيراتيف برضه بيبقى اخره اي ان، ولكن ان انا لازم احط افتر ذا فيرب زي غوز والاكسكليميشن مارك. طيب نمبر 2 بيقول لي ايا في كلمات معينه قلتها، لما الاقي شولا وكما اللي معناها يا طلاب، كندا وكما اللي معناها يا اطفال، واي اسم بلس اي اسم احمد وعمر منى وزينب، بس لازم يكونوا وراهم كما، يبقى انا برضو بتعامل باني ضمير يا سنه ثالثه؟ بتعامل بالضمير ايا. طيب خدنا برضو نفس الاكزامبل، نفس البايش بيل اللي هو فيرب سبيلن، وقلنا ان ايا لما باجي اصرفها في البريزنس عادي بتبقى سبيلت بالتي. طيب عايز اصرف واقلب البريزنس ده للامبيراتيف الامر، بعمل ايه؟ الام دي قلت اختصار لكلمه الامر، اوكي؟ عادي جدا برضو هي ان هي بتتصرف مع الايا ويبقى اخرها تي، تمام؟ وما ننساش الاكسكليميشن مار. جينا على ديو اخر حاجه، وزي ما انا كتبت لكم كده ان هي هعرفها ازاي؟ لو لقيت اسم ايا كان ايه هو الاسم، بوي او جيرل، قبليهم او بعديهم الكومة، يبقى انا بتعامل بالضمير دو. وقلنا ان في الدو ما بتتقسم الفيربس للريجل والاون ريجل ماسك فيربل، واللي جينا قلنا ايه؟ ان دو بتتصرف عادي في البريزنس،
بتاخد الاس تي صح كده؟ طيب يا باشا لما اجي بقى اصرفه في الامبراتيف قال لي اعمل ايه زي ما انا عملنا كده نعمل كلوزنج على دي اند اون ديز فيربس اللي هي هعمل كلوزنج على الاس تي بس كده او بس كده بس لازم احط الاكسكليميشن مارك يا سنه تلاته وجينا في الاشفاخ اسفه في الشورت فيرب ادي وليكن فيرب اشبغشن قلنا ان وات ذا مينينج اوف فيرب اشبغشن نسيت ارجعها زي ما كانت معناها to talk او to speak طيب جميل لما باجي صرفها في البغيزل بتاخد اس تي بس الاي في انجر تو اي الاي بتتحول لي اي طيب في الامبراتيف عادي جدا انا برضو هعمل كلوزنج على الاس تي وهتبقى شبريش فهمنا يا سنه ثالثه وبكده ده الشرح بتاع الامبراتيف هنبتدي في النيكست سيشن ان شاء الله نحل عشان لازم نذاكر الدرس ده كويس جدا الاول وبعد كده اقابلكم في السيشن اللي جاي ان شاء الله على الحل على طول دانكش يا سنه ثالثه وتشوس يا حبايبي.